السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايب لكم مفاجأة بصراحة لا كانت على البال ولا على الخاطر. بصراحة انا مبسوط جدا 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 من اللي حصل لي ده. انا هقول لكم بداية الموضوع جه ازاي. بداية الموضوع ان انا كنت زمان خالص، ايام لما انا كنت بشتغل وكنت بقى قصدي كنت لسه خارج من الجيش وكنت لسه عايز اروح اقدم في اي شغل جديد، عشان لسه كنت يعني لسه خارج بقى وكنت عايز اشق طريقي وعايز اتعلم في الشغل وعايز اكبر وهكذا. فكان في سؤال بيتسال كتير قوي من الاتش ار اللي هو يعني اللي هو بيعمل انترفيو معاك، بيقول لك ايه هي السترينث بوينت وايه هي الويكنس بوينت. الويكنس بوينت اللي هي النقاط الضعف، وايه السترينث بوينت اللي هي نقاط القوه بتاعتك. فكنت انا على طول بقول جمله حلوه قوي، كنت بقول ايه be an inspiration to someone that's my strength point. اللي انت تكون ملهم او مصدر الهام لشخص معين، ده كده دي كده نقطه ضعف، نقطه قوه بالنسبه لي. وكنت انا على طول بحب اتفرج قوي على فيديوهات اسمها the art of persuasion، اللي هي فن الاقناع، فن ازاي تقنع اللي قدامك، ازاي تبرسويت اللي قدامك. تمام، دي اول حاجه. التاني بقى ايه، انا كنت على طول مقتنع ان انا اقدر اقنع اللي قدامي لو وش الوش، عن طريق مثلا اللي هو البادي لانجوج، طريقه الكلام، التون، التمبر، الكلام ده، الحاجات دي كلها بقدر استخدمها باسلوبي بس اللي قدامي اللي واقف، يعني اللي واقف قصادي دلوقتي. فما كنتش مقتنع ان انا اللي قدامي اللي هو عن طريق شاشه الموبايل او اليوتيوب عموما ان انا اقدر اقنع حد ان هو يعمل حاجه. النهارده يوم 25/6 على الساعه 2 الظهر لقيت في مسج جايالي بيقول لي ازيك انا اسمي احمد علام، انا اشتريت الساعه الجي شوك، انت اقنعتني بالساعه الجي شوك، انا شفت فيديوهات ليك والحمد لله انا اشتريت الساعه جي شوك اللي هي جي اي 100، والحمد لله انا طالع لكم بيها جي اي 100، انا من عشاق الجي شوك عموما. فقلت له بجد والله؟ قال لي اه تمام، ده انا كمان هبعت لك فيديو. وبعت لي فيديو وبعت لي كمان الفيديو وطريقه فتح الانبوكسنج، وان شاء الله هرده لكم يعني بعد الكلام ده هتلاقي الفيديو طالع لكم يعني. وكمان انا هنزل لكم السكرين شوت ما بيني وما بينه. انا ما كنتش مصدق بصراحه، ما كنتش مصدق ان انا قدرت اقنع حد قدامي ان هو يشتري حاجه من غير ما يشوفني. دي حاجه بصراحه انا مبسوط منها جدا. زائد كمان ان انا الايام دي يعني مديري عمال يديني فوق دماغي شويه عشان عمال اغلط كتير بصراحه، عدم تركيز وكده. بس انا بصراحه انا النهارده مبسوط جدا 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 بغض النظر عن شغلي، انا مبسوط جدا ان انا قدرت اقنع حد. فحاول لو انت في امكانك انك تقدر تقنع حد بحاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه طبعا، وصدقني هتوصل. صدقني ما كنتش مقتنع ان انا اقدر اقنع حد قدامي حتى وش لوش. تخيل بقى بيقتنع عن طريق الموبايل عن طريق اليوتيوب وبيقتنع بحاجه زي كده. شكرا جدا ليكم يا جماعه، والله انا كان نفسي بجد ان انا اطلع بس مش في الوقت ده، ما كنتش عايز اطلع الايام دي، كنت عايز اطلع في وقت معين، كان نفسي قوي يعني. ان شاء الله هيجي ان شاء الله قريب وهطلع لكم باذن الله. بس حتى تلاقوني في الفيديوهات اللي انا عمال انزلها الفتره اللي فاتت، فيديوهات عن السعاده، فيديوهات مقتبسه كده باخدها من على اليوتيوب وانزلها، فيديوهات عن الاودلي ساتسفاينج اللي هي الفيديوهات اللي هي بتبقى كذا تكنولوجيا متجمعه مع بعض في فيديو واحد، او كذا حرفه متجمعه مع بعض في فيديو واحد. فيديوهات كده حلوه على فكره، انا برتاح منها وبحب اتفرج قوي عليها يعني، تلاقي بتاخد منك الوقت كتير قوي. فبصراحه ما كنتش مقتنع، ما كنتش قصدي يعني ما كنتش مصدق ان في حد هيشتري حاجه بناء على كلامي انا. فانا مبسوط جدا يا جماعه، فاتمنى حضرتكم يعني شكرا جدا لدعمكم، والله شكرا جدا جدا. انا مبسوط جدا ان انا يعني ان انا طلعت على اليوتيوب. انا طلعت طلوع على اليوتيوب كان عشان انا كنت تخين وخسيت، كنت متخيل ان انا هقدر اقنع حد ان هو يشتري ساعه. انا برضو من هوايتي الساعات ومن هوايتي حاجات كتير قوي، التكنولوجيا حاجات كتير، بس كنت مقتنع ان في حد ممكن يشتري ساعه بسببي. فلو في حد شايف الفيديو ده واشترى ساعه يعني بسببي انا، يا ريت يبعت لي على الواتساب، انا بحط ارقامي على الواتساب، اللي عايز حتى يبعت لي على الكومنتات وانا بشوف كل الكومنتات ما تقلقوش. شكرا جدا لكم يا جماعه، واسيبكم بقى مع السكرين شوت بتاعت المحادثه ما بيني وما بين احمد علام وكمان الفيديو اللي جاي. شكرا جدا لكم، وما تنساش طبعا تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، انا محتاج قوي تعملوا لي شير قوي في الفيديو ده، الفيديو ده محتاج ان هو يتشير ما بين الناس ويشوفوا الفيديو ده. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الفيديو.
السلام عليكم. الفيديو ده صراحة هو ديديكيتد لقناة السرشاجي اللي حببتني في الساعات عامة، وبالتحديد كمان حببتني في الجي شوك. أنا لسه شاريها ولسه مستلمها، وحابب إن أنا أفتحها قدامكم وأهديها كمان لقناة السرشاجي. جي شوك طبعا. هنا الأول أدي الساعة، بس قبل ما نشوف الساعة أنا كنت اتكلمت معاها الضمان والكتالوج وريدي الساعة جي شوك جي اي 100. يا رب تكون واضحة كده. وزي ما علمتنا طبعا قناة السرشاجي ان احنا شوفنا عرفنا انها كأوريجينال، بيبقى موجود هنا كود وهنا كمان وهي دي الساعة قدامكم. وقعدت اظبط كده سيتنجز برضو بتاعتها زي ما قناة السرشاجي برضو علمتنا، اللايت خليته 3 ثواني عشان ما بلحقش اشوف، وده